أسألك بالله إذا تبت وتركت أغاني وتركت صحبة سيئة وتركت دخان وقرف ومخدرات وتركت هذه الذنوب والمعاصي وعملت الصالحات وكان جزاء هذه التوبة الجنة، تكفيك ولا ما تكفيك؟ طيب إيش اللي ردك يا أخي؟ فرصة قدامك خلاص، ما تدري يمكن تروح تزيد في غيك، يمكن بعدين تبغى ترجع ما عاد تقدر، مو على كيفك ولا باختيارك. لكن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يقول ابن القيم إن لم تكن من المتقدمين فأنت من متأخرين. أنت يا صاحب الذنوب والمعاصي يذوقك الله الهم والغم بسبب الذنوب والمعاصي، هذا يسميها الله في القرآن إيش؟ العذاب الأدنى. ليش الله يذوقك العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ عشان ترجع. ليش الله يجعلك إذا عصيته وإذا بعدت عنه يجي في قلبك هم وغم؟ وهذا يسمونه ويسميها الله في القرآن العذاب الأدنى. ليه؟ اسمع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قلنا إذا تبت أول ثمرة لك وأول هدية من الله لك يا من تريد التوبة إيش؟ الجنة. ما تكفي بس جنة؟ لا، زي ما قلنا في أول المحاضرة حتعيش متعة، متعة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. طيب أنا الحين جنة ومتاع حسن، لسه أنا الحين جنة عظيمة ومتاع حسن، أنا بتوب خلاص أبغى أتغير، بس بقي لي مشكلة، البلاوي اللي سويتها، المعاصي اللي عصيتها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شيخ يا شيخ، أنا جالس معك ما صليت العشاء. ويعفو عن السيئات، جالس معك على جنابة. ويعفو عن السيئات، نكس الحشيش في جيبي. ويعفو عن السيئات، زنا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لواط. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.